وبيسرني أن أرحب عبر سكايب مع سفير لبنان في نيجيريا سعادة السفير حسام دياب. مساء الخير سعادة السفير. مساء الخير أستاذ سمر. أهلا وسهلا فيك. يعني اليوم الأنظار كلها تتجه إلى القارة الأفريقية وإلى الجالية اللبنانية بأفريقيا تحديدا، وخاصة عشية انطلاق الرحلات، ومن هذه الرحلات رحلتين، يعني واحدة من لاغوس الساعة 10 مساء والثانية من أبيجان الساعة 12 بعد منتصف الليل. اليوم في إشكالية كبيرة يعني عند الجالية اللبنانية بأفريقيا، كيف بده يتم التعامل مع هذا الأمر والصرخة طالعة أنه وفق أي آلية وبحسب أي أولويات سيتم اختيار الناس اللي بدها ترجع؟ نعم، بشكرك على سؤالك. اسمحي لي أولا أوجه تحية وشكر لمعالي وزير الصحة الدكتور حمد حسن على جهود جبارة الحقيقة اللي عم يبذلها مع معالي وزير الخارجية لتأمين عودة المغتربين، وخاصة المسؤولية الكبيرة من الناحية الصحية المنقاطة على عاتقه لتنظيم هذه العودة. جوابا على سؤالك، بداية بدي أقول أنه نجحنا بتأمين الحق الطبيعي للمغتربين في نيجيريا بالعودة إلى وطنهم لبنان بتنظيم أول رحلة اللي بتبدأ غدا الأحد بتوقيت نيجيريا، بتكون هون على 11:45 صباحا. نعم. بالنسبة للمعايير، إذا بتسمحي لي أشرح لك طريقة إعداد اللوائح وانتقاء المسافرين، لأنه أعتقد كان هناك تجني كبير يعني عبر وسائل التواصل الاجتماعي على هذا الموضوع. أولا، خلال أسبوعين أو أكثر قمنا بإعداد لوائح اسمية للراغبين بالعودة، زودنا وزارة الخارجية بها وقامت هي بالنظر فيها بالاشتراك مع وزارة الصحة وبلغونا موافقتهم عليها. بعد أن أبلغونا موافقتهم عليها قاموا بتحديد موعد الرحلة. بعد تحديد موعد الرحلة تقوم البعثة المعنية، وبهذه الحالة هي القنصلية العامة في لاغوس بالتنسيق مع السفارة بوضع اللائحة بالمسافرين وفق المعايير التي أقرها مجلس الوزراء. وأنا أمامي يعني هنا لائحة ب 94 اسم، وأمام كل اسم هناك السبب الطبي أو السبب الذي ألزم المسؤول عن وضع أو القنصل الذي وضع هذه اللائحة لانتقاء هذا الاسم. منها من هذه المعايير هي معايير صحية كمشاكل قلبية، كانسداد شرايين، تقدم في العمر، حوامل، أشخاص تخطوا مدة إقامتهم بسبب وجودهم هنا على تأشيرة مؤقتة. هذه المعايير المنصوصة في انتقاء اللائحة التي وضعتها القنصلية العامة في لاغوس. بعد وللمعلومة أيضا يتم تعبئة استمارة مفصلة شخصية عن معلومات شخصية لكل مسافر نرسلها لوزارة الخارجية. وطبعا هنا في نيجيريا لا مجال لإجراء فحص البي سي آر ويقدم إفادة في هذا الموضوع. تعبئة يرسل مع طلب كل شخص استمارة طبية مع تقرير طبي للحالة المرضية التي يعاني منها كل مسافر، يعني ليس فقط إفادة المسافر ولكن يجب أن يكون هناك تقرير طبي واستمارة طبية وتوقيع تعهد من المسافر بالالتزام بقرار مجلس الوزراء بالحجر الصحي ل 14 يوم. نعم. هذه كلها يعني معايير لا تسمح بأن يكون هناك انتقائية بالأسماء لأسباب لمعايير شخصية. نعم. وإنما
كانت الوزارة واضحة في هذا إذا الموضوع. بتسمح لي سعادة السفير، لأنه كان في كثير انتقادات وبعرف صدرك رحب بهيدا الإطار، هناك كلام عم يتداولوه طبعا هن جالية أو بعض الجالية اللبنانية بأفريقيا، عم بيقولوا أنه هيدي أول رحلة، رحلة واسطات ومعروف مين طالع عليها، وما حدا مش بحسب الأولوية. حضرتك رديت على هيدا الكلام هلا؟ أيضا هناك كلام بيقول أنه في ناس شخصيات نافذة جدا بين الجالية اللبنانية في نيجيريا تحديدا بلاغوس، يعني بكل هذه الدول خلينا نقول الأفريقية الثقيلة، يعني هن اللي بيحطوا لوائح وهن اللي بيحطوا معايير، والسلطات المحلية هناك تخضع لمعاييرهم. إذا بتسمح لي، معي اتصال مباشرة من نيجيريا من السيد علي أحمد، يا ريت بنسمعه أنا وياك سعادة السفير. يتفضل. أستاذ علي، أستاذ علي أحمد معي أنت؟ سيد علي أحمد معنا على الخط؟ يبدو انقطع الاتصال. غير رأي يمكن اتنا او لك. صار جاهز الاتصال ولا منكفي؟ استاذ علي احمد عم تسمعنا؟ طيب رح تابع معك إلى حين جهوز الاتصال. سعادة السفير، طيب إذا قلنا في هذه الأعداد يلي جاية هلأ بأول بروفا خلينا نقول، يلي هن عمليا 120 من لاغوس جايين بكرة و 120 من أبيجان، ماذا عن الدول الإفريقية؟ لا عفوا، الرقم هو 94 راكب من المواطنين الطائرة، هناك في طاقم الطائرة والطاقم الفني والطاقم الطبي. بيجمعوا كلهم على بعضهم 120 شخص يعني بالطائرة. أما المغتربين الموجودين، عدد المسافرين الحقيقي هو 94 راكب. نعم سعادة السفير، اليوم في دول في أفريقيا ما فيها مطارات يمكن، أو ما بيوصل الطيران اللبناني، وبنعرف أنه في منا كثير إما يتكلون على الطيران الداخلي أو بيجوا بالبر، بينتقلوا من محافظة إلى أخرى أو من مدينة إلى أخرى أو من بلد إلى آخر. في بعض الدول والمدن سكرت حدودها، ما بقى فيهم ينتقلوا من مدينة إلى أخرى، هودي الناس كيف رح تتعاملوا معهم يلي هن بمناطق ومدن نائية بعيدة عن خلينا نقول المدن الكبيرة يلي راح يوصل طيران الميدل إيست لها؟ يعني بالنسبة لنيجيريا هذا الموضوع ممكن معالجته بأنه أغلبية المواطنين موجودين في أربع ولايات رئيسية ومحيطها، أبوجا اللي هي عاصمة الإدارية أو العاصمة السياسية، لاغوس اللي هي العاصمة الاقتصادية، بيكانو وبورت هاربت اللي تابعة لولاية ريفرز، فيها العدد الأعظم من اللبنانيين اللي بيبلغ تقريبا عددهم 30,000. لدينا السفارة في أبوجا، وممكن وفق الأعداد الموجودة لدينا والأشخاص اللي تم الاتصال بهم للسفر، ممكن تأمينهم جميعا، لديهم إمكانية للوصول إلى أبوجا، ونفس الشيء ينطبق على الولايات الأخرى، على شرط أن يتم تأمين طائرات إلى أبوجا بعد لاغوس وكانو وبورت هاربرت. نعم. أما إذا كان سؤالك تأمين الناس من بورت هاربرت إلى أبوجا أو إلى لاغوس، فهذا أمر مستحيل، والأمر ذاته ينطبق على ولاية كانو وعلى ولاية أبوجا إذا كان فقط الطائرة ستأتي إلى لاغوس، ولذلك نحن طلبنا بأن يكون هناك تشارترد فلايت. نعم. يعني طائرات مستأجرة تأتي إلى مطارات كل من أبوجا وكانو وبورت هاربرت،
وهي لديها مطارات دولية مجهزة لاستقبال هذه الطائرات من هذا الحجم. وأخذنا للمناسبة موافقة السلطات النيجيرية على فتح هذه المطارات للطائرات اللبنانية التي تنظمها شركة طيران الشرق الأوسط الميدل إيست، وضمن المهل التي حددها مجلس الوزراء، أي نعم. من 5 نيسان ل 12 نيسان ومن 27 لغاية نعم. 4 سعادة أيوة. السفير إذا بتسمح الاتصال من سيد علي أحمد صار معنا بنسمعه نحن وياك. مساء الخير سيد علي. أهلا سيد سمر، مساء الخير، تحية لك وتحية لسعادة السفير. تفضل. بس بدي أوضح شغلة قبل ما بلش بالحديث، بس نحن الانتقاد أغلب المكتربين هون هو للميدل إيست مش للسفير. نعم. نحن طلعنا على لائحة الأولويات تاعت السفير اللي حطها وهي جيدة جدا، وبس إشكالية وحيدة هي إمكانية تطبيقها. هيدي من جهة سعادة السفير، الغضب اللي بأفريقيا وبالمغتربين خصوصا من أفريقيا هو اتجاه الميدل إيست. بالدرجة الأولى بس بالنسبة لبيان الميدل إيست اللي بيحدد إنه 1800 دولار هو سعر الكلفة، هيدا الشيء منه صحيح. بحسابات بسيطة فيك تتأكد إنه مقاعد الدرجة الأولى بس تقدر تغطي كلفة الرحلة. نعم. ثانياً بدنا شغلة، نحن بس المغتربون مادياً هم بمستويات متفاوتة، مش كل العالم مثل بعضها. في المليونير وفي موظف ب 1000 دولار و1200 دولار و1500 دولار. أنا هون بخص أهل جنوب وأهل طرابلس بالذات كمغتربين عمال. هيدي خطة الإجلاء يجب أن تلحظ هؤلاء بالدرجة الأولى، بينما إلى حد الآن هي خطة إجلاء الأثرياء. ثالثا لا يملك أحد طرف العودة إلى لبنان، نحن هيدا مش وقت تجارتنا للبنان، نحن عادة ننزل بالصيف. لكن أنا في هذا الوضع أسأل، ماذا لو ساءت الأوضاع هنا؟ من يتحمل المسؤولية؟ رابعا أهم، نحن دافعين تذاكر للصيف. ثلاث أرباع العالم بأفريقيا دافع تذاكر للصيف من شهر 1 وشهر 2. نعم. طيب إذا أقر السعر 1800 دولار للدرجة العادية، طب ليش نحن الميدل إيست ما بتخصم سعر التيكت وبندفع الفرق؟ طب ليش نحن بده يروح علينا تيكت الصيف وبدنا ندفع 1800 دولار فريش موني؟ هيدي بتمنى يجاوبون عليها الميدل إيست. هلا أنا بس بقول شغلة واحدة. هيدا اللي عم بيصير من قبل شركة طيران اللي عم بيصير من قبل شركة طيران الميدل إيست هو سرقة موصوفة للمغتربين من ذوي الدخل القليل. أكرر ذوي الدخل القليل، أنا ما عم بتكلم عن أصحاب الشغل أو أصحاب المليونات. سرقة سرقة يا أستاذ علي، سرقة سرقة على الفقير وعلى الغني وليس شواء المصاري أو صوت انتخابي. نعم. خلينا شو بدنا نعمل نحن؟ شكرا كثير. صوت الفقير هون. شكرا. بس ملاحظة صغيرة أنا بقول حاليا إذا رجع 20,000 عائلة بس من الأثرية بمتوسط فرد 3000 دولار للعائلة، أنت عم بتفوت 60 مليون دولار فريش ماني على لبنان واللي هو بحاجة إلى الاقتصاد اللبناني. وشكرا لك. شكرا لمداخلتك سيد علي أحمد. سعد السفير عندك جواب لأستاذ علي؟ طبعا، يعني اول شيء بشكره انه يعني اعطانا شهاده بانه اللائحه هي لائحه صحيحه. لوين يعني؟ مشكلته طبعا هي غير صحيحه انه هي وضعت للاثرياء، يعني هذا تجني للحقيقه. بعدين يعني ليس للسفاره اي شان بموضوع التسعيره، لكن اليوم باتصال مع مكتب الميدل ايست استوضحت الامر بانه ايضا يعني اقروا سعر التذكره وفقا لسعر الصرف النايره النيجيريه، وبالتالي بناء للسعر الرسمي وسعر السوق هناك فارق، تصبح التذكرة بالنايرة إذا دفعت بالنايرة بحدود الإيكونومي حدود 1500 دولار. نعم. يعني هناك تقريبا فرق 300 دولار. أنا أشعر مع أصحاب الدخل المحدود، طبعا نشعر معهم وهم كثر في نيجيريا، ولكن يعني هناك ناحية أنه يعني لا لزوم للتهافت على السفر إلى لبنان في هذه المرحلة. لا زالت نيجيريا مستوى الانتشار الفيروس فيها ضمن محصور، يعني هناك أقل من 200 حالة إصابة خلال حتى الآن. هذا المعلن يعني؟ هذا المعلن. نعم
نعم، ولكن إذا لاحظت أمس الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية تدخل ضمن هذه المنظمة، منظمة الأمم المتحدة، أشاد وخص بالذكر نيجيريا، أشاد بالإجراءات التي قامت بها الحكومة النيجيرية في هذا الشأن. ولا ننسى بأن نيجيريا لديها تجربة مع وباء الإيبولا منذ سنوات ليست ببعيدة، وبالتالي هي مدربة على مكافحة الوباء، وحتى الآن الوضع مقبول، وأخذت الحكومة إجراءات جيدة بالنسبة للناحية الصحية والناحية الأمنية وغيرها. لكن أنا أتفهم تخوف اللبنانيين من أن يتطور الوضع في المستقبل لا سمح الله، ونأمل أن لا يتطور. نعم سعادة السفير، نحن للأسف عم ينتهي وقتنا. في فكرة طرحها السيد علي أحمد كتير مهمة، أنه هيدي الناس يلي أوريدي دافعة حق بطاقات وحجز بطاقات من شهر 1 و2 للصيفية، يعني الميدل إيست أوريدي قابضة سعر هذه البطاقات، ليش ما بيتم حسمها لحتى اللي يتمكنوا من العودة وبيدفعوا الفرق؟ هيدي ممكن أنه تكون فكرة تنطرح ايضا. انا بدي اشكر مداخلتك، بدي اشكر يعني مشاركتك معنا بهذه الحلقه سفير لبنان في نيجيريا السيد حسام دياب، شكرا جزيلا لك. ويا ريت بيعتبروا الامر يا اخي رحله انتخابيه، بالانتخابات بيبعثوا لهم طيارات خاصه بيجيبون، فيا ريت هلا كمان نحن بحاجه اكثر لهيدا الامر. تسير تشارتر فلايت، طيارات مستاجره، قد يخفف الأمر، لأن صحيح. هناك الكثير من أصحاب الخير والأصحاب الأيادي البيضاء الممكن أن تساعد. يلا هيدي كمان فكرة لدولة لبنانية، كل شيء بيجي من برا بيوافقوا عليه، ولا تعتلهم بهذا الموضوع. شكرا لك سعادة السفير.